انا اسمي امير احمد محمد يوسف وشغاله ممرضه. وبرده الظلم زي ما هو، ما فيش اي حاجه اتعدلت، ما فيش اصلا يعني. احنا لما دخلنا على الفيسبوك لقينا ان اصلا بيقولوا بورتو تورا مش بورتو تورا، هو فعلا فندق جوه مش على حاجه. والاحكام ما فيش احكام لغايه دلوقتي، كل ده هيخرج فين الاحكام؟ والفئه خرج امبارح ولا اول امبارح، وناس كتير هتخرج وهكذا، وهلم جره وكله هيخرج. فين بقى التعديل؟ احنا عايزين نشوف تعديل. الغلابه اللي مرميين دول بقى. فين الغلابه اللي مرميين؟ فين؟ انت شايف يعني مفيش تغيير في الصوره؟ مفيش اي تغيير، مفيش اي تغيير. الحكومه مش عايزه تساعد الشباب، وبيقولوا على اللي قاعدين هنا بلطجيه. فين البلطجيه؟ يجوا يعرفونا. اذا كان الشباب نفسهم هم اللي بياخدوا البطايق من بره علشان نشوف احنا ناس كويسه فعلا ولا لا. يبقى ازاي بلطجيه؟ ازاي بلطجيه بقى؟ ويقول ان ما مرهمش ولا شغله ولا مشغله. فين؟ عشان خاطر يقولوا انه فين يعني. هو ده هم بقى دي خطه منهم بقى البلطجيه عشان يقولوا هم. لكن الحكومه ما فيش تعديل من الحكومه يعني. ما فيش حكومه. فين الحكومه؟ بس ابني انا كمان من ضمن اللي هم المظهر. فعلا الكبار هم اللي كل الشباب اللي هنا بلطجيه وما مرهمش شغله ولا مشغله. شهر 3/26 يوم سبت واخدينه من على السرير رجليه متخيطه ومتعوره. واخدينه ليه يا حاج؟ خدوه. بيقول لك كنا بنفتش ان احنا في بلطجي دخل هنا البيت. واحنا فتشنا في الشقه كلها. احنا في اخر دور باب الشقه ليه في بابين شقه دخلوا كسروا من الناحيه الثانيه. هو اصلا عاجز قاعد عامل عمليه، وعندنا شهادات من مستشفى حكومه بالتاريخ بكل حاجه. الظابط سرق امثال بنت اخويا الصغيره وخد فلوس جهاز اختي الكبيره. اسم الظابط حسان من اسم امبابه. واحنا قدمنا شكوى في مديريه امن الجيزه، وقدمنا شكوى في وزاره الداخليه. يوم 26/3 يوم سبت الساعه 11 الا ربع مساء. واخدينه على كده يا ابني ولا اي حاجه وما اعرفش. شكرا. باذن الله.